السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نقطة يا شباب حاب أخبركم، خاصة للوالدي لأنها عندها الآن بالأردن قاعد بتعشب في الحديقة عندها، يما سامعيتني؟ فتشوف يما أسهل طريقة للتعشيب هين كيف في أمريكا، هي ما عندها الساحة هنا، هاي منطقة صغيرة زارع فيها البلوبريز، هاي شباب زرعات البلوبريز تبعوني، فإن شاء الله يعني السنة هاي إن شاء الله يعني بحملوا إن شاء الله. فالطريقة كيف أنا بعشبه يما، كيف بعشب الطريقة في الأرض تكون بعشبها، بشيل منها التراكيب كله بموت لحاله بيطلع لحاله. فهاي الماكينه شفتي مثلها ماكينه صغيره التراكيب بتعشب هيو هنا، كيف طريقتها يعني هذا بيجي كيف هاي المنطقه طلع كيف هاي المنطقه يما طلعت انتبهوا عليها التراكيب. التعشيب مفيد للارض ومفيد، بقلب الارض وكل شيء بشيله منها، هذا اللي بوكل الاكل تبع الشجر كله بكبه برا. فالتعشيب جدا مهم، بحافظ على الارض وبقلبها وطلع كيف تطلع ما احلى المنطقه، طعمها ناعمها بتصير، طلع كيف ناعمه بتصير وكويسه طبعا وسهله. هاي الماكينه يعني العمل فيها سهل بس بدها شويه يعني حرص، وهي للمناطق الصغيره طبعا ممكن اشغلها على التراكتور بس هاي للمناطق الصغيره. شكرا جزيلا يا شباب، السلام عليكم.